وللحديث أكثر عما تسمى بحملة الوعد الصادقة التي تنفذها القوات الحكومية لنزع السلاح المنفلت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك أخي. حياك الله. أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن الحملة الأمنية التي تهدف لنزع السلاح المنفلت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، برأيكم كيف تقرؤون هذه الحملة وأهدافها الحقيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجميع يعلم ونحن في الميثاق الوطني العراقي تابعنا باهتمام كبير هذه جميع الحملات والعمليات التي كانت تهدف إلى نزع السلاح المنفلت من قبل الحكومات السابقة التي سبقت حكومة الكاظمي. وكذلك وكانت جميع هذه الحملات الحقيقة هي فاشلة ولا تؤدي إلى الغرض، وبقى السلاح على ما هو عليه. واليوم هذه الحكومة أي حكومة الكاظمي مثل سابقاتها تحاول خداع الشعب العراقي من خلال حملاتها الفاشلة لنزع السلاح المنفلت، وخاصة الحملة التي شملت محافظة بغداد والبصرة، حيث كانت هذه الحملة عسكرية خجولة جدا لا يمكن من خلالها إعادة هيبة الدولة وأخذ السلاح من الميليشيات المنفلتة، حيث أننا كنا وجميعا نسمع هنا أن هناك تصريحات قبل أسبوع من تنفيذ العملية هناك تصريحات من قادة عسكريين عن بدء العملية وتاريخ بدءها واليوم والمدن التي يتم شملها في هذه العملية العسكرية. ما معنى أن هذه التصريحات هي متعمدة من هؤلاء القادة ومقصودة حتى يتمكن هؤلاء الميليشيات المنفلتة من إخفاء السلاح عن التفتيش؟ طيب، يعني عضو اللجنة أو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي اليوم يطالب باعتماد آلية جديدة، وهي يقول أن هذه الآلية نجحت في بعض البلدان، هي فتح مراكز لشراء الأسلحة في بعض المحافظات وليس في جميع محافظات العراق. برأيكم ما الآثار التي يمكن أن تترتب وراء هذا الاقتراح؟ أخي، احنا جميعا حقيقة نعلم من أن تطبيق نزع السلاح لا يحتاج من حكومة الكاظمي شراءه أو تخصيص أموال طائلة لشراء هذا السلاح. إذا كانت هناك نوايا صادقة وإذا تحققت إرادة حقيقية لنزع السلاح المنفلت من الجميع بدون استثناء لأحد مهما تكون قوته أو الجهة التي تقف وراءه، وأن سحب السلاح من الجميع معناته سحب السلاح من المواطن العادي ومن أبناء العشائر وإبقائه بيد الميليشيات المسلحة، هذا سيسبب بتفاقم مشكلة كثيرا، وهذا يعني كسر مؤسسة العشائر التي تمثل الشعب كقوة يمكن أن تكون بمواجهة الميليشيات في يوم ما. تسعى الحكومة الكاظمي إلى كسر قوة العشائر التي تمثل الشعب، يمكن هذه العشائر تقف بمواجهة الميليشيات في يوم ما وخاصة في الجنوب، وتسعى إلى جعل الساحة خالية لكل المواطنين ما عدا الميليشيات المدعومة من إيران والفصائل المسلحة للأحزاب، وهذا الأمر خطير جدا للغاية. يعني لهذا السبب الحملة تكون في بعض المحافظات والأقضية دون غيرها؟ نعم نعم نعم، أن نلاحظ أن هناك استهداف لبعض المحافظات والأقضية وخاصة في جنوب العراق، لأن الساحة مكشوفة هناك لتنامي السلاح وسقوط هيبة الدولة أمام سلطة العشائر والميليشيات المسلحة. نحن نعلم جميعا أن لا هيبة للدولة، حيث تحولت هذه النزاعات العشائرية وعمليات القتل والقطف والاغتيالات التي كانت تستهدف الناشطين والتي تنفذها الميليشيات المسلحة والتي خرجت عن السيطرة أي عن سيطرة القوات الأمنية في هذه المدن وهذه المحافظات، حيث أن هذه القوات أصبحت عاجزة عن فعل أي شيء للحد من هذه الجرائم التي كانت تستهدف يوميا النشطاء والثوار في ساحات الاعتصام وساحات التظاهر.
في هذه المحافظات وهذه المدن، وأن استمرار استخدام السلاح المنفلت والفرم التي تعم هذه المدن التي انزلقت إلى منعطف خطير مع غياب واضح دور القوى الأمنية، ماكو قوى أمنية نهائيا، علما أن السلاح منتشر لدى العشائر والميليشيات المسلحة، والسلاح المقصود المنتشر السلاح المتوسط والثقيل. علما احنا عندنا نقطة مهمة جدا، نعلم جميعا أن هؤلاء الميليشيات تم تسليحهم ودعمهم من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة، سلحتها ودعمتها بأسلحة حديثة تضاهي ما يمتلكه القوى الأمنية، وأن أغلب هذه الميليشيات والحشد الشعبي ينتمون إلى هذه العشائر في الجنوب. هنا السؤال المهم، يعني أغلب هذه الميليشيات، أنت قلت شيخ أحمد أنهم ينتمون إلى عشائر وبعض منهم تجده من أعيان تلك العشائر، هل يستطع الكاظمي وهذه الحملة الأمنية من المساس بسلاح الميليشيات؟ لا سيما أن التقارير الحقوقية الدولية والمحلية تؤكد أن عمليات الاغتيال للثوار جلها تنفذ بسلاح الميليشيات. كل عمليات الحقيقة العسكرية لنزع السلاح لا يستطيع لا الكاظمي ولا غير الكاظمي أن يسيطر على جمع السلاح في هذه المحافظات وهذه المدن، والسبب هو عدم، هو أساساً الحملة العسكرية هو سبب عدم الإشاعة نزع سلاح الميليشيات. يعني دائماً الحملات العسكرية اللي تخرج لنزع السلاح تخرج لنزع السلاح من المواطن العادي، لا تستطيع هذه الحملات من نزع السلاح من الميليشيات أو من أي فصيل مسلح ينضوي تحت ما يسمى الحج الشعبي أو من أعلى من الأجنحة العسكرية للأحزاب الآن في السلطة. نعم. بل بات يعني حكرا على محاسبة المواطن العادي. نعم. الذي يمتلك سلاح خفيف للدفاع عن نفسه وعن عائلته في هذه الظروف الصعبة الذي يفقدها من أمن ومال واستقرار. ولهذا السبب الحقيقة الواضح، لا يستطيع الجيش والقوات الأمنية من مداهمة المناطق والمدن اللي تم إخفاء السلاح فيها بسبب سيطرة الميليشيات عليها. إذن لا يستطيع الكاظمي ينزع السلاح من هذه الميليشيات. وأنا أعتقد أن هذا الموضوع حساس جدا، وأن إيران تعتبره بمثابة تهديد لأمنها القومي، لأن نزع السلاح من الميليشيات المدعومة من إيران هو تعتبره إيران تهديد لأمنها القومي، وأن الكاظمي يعلم هذا الأمر جيدا. طيب شيخ أحمد، ماذا عن الحشد العشائري؟ أليس بعشائر سلحها الجيش أو سلحتها الحكومة ومولتها بنفسها؟ كيف ستتعامل معه؟ الجميع يعلم، وأنا أكرر، أن مصطلح السلاح المنفلت لم يعد يشير إلى الميليشيات. نعم. دائما يشير إلى السلاح العشائر وسلاح المواطنين. ونلاحظ أن هناك تضخيم متعمد ومقصود من قبل مسؤولين في الدولة، وإعطاء أرقام وحجم ما يملكه العشائر العربية من تلك الأسلحة. فإذن العشائر مستهدفة من قبل المسؤولين في الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة منفلتة في الشارع، واستهداف العشائر من هذه الزعامات من هذه الأحزاب، الزعامات العشائرية ترفض نزع سلاحها نهائيا. نعم. الذي تعد هذا السلاح جزءا من منظومتها الدفاعية، وتربط تسليحها بهذا السلاح بمسألة الدفاع عن النفس. نعم. كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.